أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. حلقة اليوم حلقة مميزة، تختلف شوية عن الحلقات اللي متعودين عليها، بنطلع برا في الغالب وفي الطبيعة وكذا. حلقة اليوم زي ما شايفين مصورة من البيت هنا، وموضوع حلقة اليوم هتكلم عن 5 أشياء يفضل إنك تتجنبها لو جيت اليابان، خاصة لو جيت زيارة، جيت سياحة. الحاجات الخمسة اللي هتكلم عنها بعد شوية يفضل إنك تتجنبها لو جيت اليابان، لأنها يعني غير مرغوبة هنا عند اليابانيين، وفي الثقافة اليابانية يعني ما كويسة. فنبدأ الحلقة. طيب، نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي عدم المحافظة على النظافة الخاصة والنظافة العامة. طيب، النظافة العامة هنا لو جيتوا اليابان، لو يعني في واحد فيكم جه هنا اليابان زيارة أو للعيش فيها مثلاً، هتلاحظ انه الشوارع نظيفة جدا جدا، البيوت نظيفة جدا جدا، المطاعم نظيفة، وين ما تمشي اي مكان تمشي فيه تلاحظ انه البلد نظيفة خالص. فالسبب في انه نظيفة خالص، انه البلد نظيفة خالص، السبب شنو؟ السبب انه الشعب هو نفسه نظيف جدا، يعني الشعب الياباني بيهتم بالنظافة العامة، ما بيرمي حاجة في الشارع كده. فده السبب الرئيسي انه ليه هي الشوارع نظيفة أو المناطق العامة نظيفة. ليه؟ لأن الشعب بيحافظ على النظافة بتاعت المناطق دي. فأنت كسائح أو أنت جيت لليابان، انتبه جدا للنقطة دي، أنك تحافظ على النظافة أيضا. يعني مثلا مشيت اشتريت لك حاجة من الدكان، أو مشيت اشتريت يعني سوبر ماركت ولا حاجة كده، حاول أنك تتجنب ترمي حاجة على الأرض أو تخلي الوسخ بوراك. يعني فدي نقطة مهمة جدا جدا الواحد ينتبه لها إذا في حالة إنه جه اليابان. طبعا لما أنا قلت يعني البلد نظيفة جدا جدا، ما في مبالغة في الموضوع أبدا، يعني الموضوع ده بجد بلد نظيفة جدا، لدرجة إنه يعني أنا أكاد ما إلى الآن يعني يمكن ما شفت لي ضبان في الشارع، أو شفت لي، ما أعتقد شفت لي ضبان في البلد دي إلى اليوم. يعني صراحة من شدة ما هي نظيفة، الضبان ما قادر يعيش فيها أصلا، ما قادر، ما لاقي بيئة مناسبة عشان يعيش فيها. نقطة ثانية أيضا مهمة جدا جدا، يعني لو أنت جيت هنا برضو اليابان، هتلاحظ أنه هتكون عندك في معاناة. صراحة هي معاناة بس بشكل مضحك. يعني تخيل أنت الليلة والله مشيت الدكان واشتريت لك مثلا، مشيت 7-إليفن واشتريت لك عصير أو حاجة كده، فشلت معاك العصير وقعدت تشرب في الطريق وماشي وكده، بعد شوية خلصت من المشروب عاوز ترميه، يلا المعاناة هنا بتبدأ. ما هتلقى زبالة. الزبالة هنا صعبة جدا جدا تلقاها. يعني الزبالة في مثلا، أنا عشت في أستراليا، في الإمارات كده، الزبالة تلقاها بين منطقة ومنطقة بسهولة، يعني ما إشكالية، هنا بتلقاها بسهولة. أما هنا في اليابان دي المعاناة الصح، ما بتلقى زبالة بسهولة، يمكن تعدي يومك كله شايل معاك زبالتك دي في شنطتك أو في أي حاجة ثانية، لحد ما تصل للبيت تفرغها هناك. فهذه نقطة مهمة جدا انتبهوا لها، يعني بلد نظيفة جدا جدا، وبعد نظافتها سلات الزبالة ما متوفرة بشكل كبير. يعني فانتبهوا للنقطة دي، أنه يمكن قد تحتاج، يعني أنت شلت لك مشيت 7-إليفن ولا حاجة، اشتريت لك حاجة تأكلها وتشربها، في احتمال كبير تشيلها معاك لحد ما تصل البيت وترميها هناك، أو ترميها في الفندق هناك لحد ما تصل الغرفة حقتك. كنصيحة، ممكن تلقى سلات الزبالة وكده وين؟ في محطات القطار، في محلات الكومبيني، موجودة في المناطق ديك يعني، بس في النص ربك يعين. طيب، النقطة الثانية عدم المحافظة على النظافة الخاصة. هنا في اليابان يعني اليابانيين والكوريين بشكل عام ما بيستخدموا عطور كثيرة، حتى يعني بطبيعتهم كده، بطبيعة جيناتهم ما عندهم ريحة عرق، يعني تكاد تنعدم أو ما موجودة أصلا، ما عندهم ريحة عرق. فهنا النظافة الخاصة مهمة جدا جدا، كأنت شخص أجنبي يعني انتبه جدا، ركز على أنك تكون دايما يعني تهتم بنظافتك الشخصية، تستحمى في الصباح، يعني تهتم بالنظافة الخاصة بشكل أقوى مما أنه أنت في بلدك أو كده. حتى هنا في شيء ملحوظ في طوكيو، لو في زول أجنبي جا قعد جنب واحد ياباني، في احتمال كبير الياباني يقوم من الكرسي ويخلي ليهم. طبعا حاجة كده يعني ما تاخذ الموضوع شخصي، لكن هم بيتضايقوا من الروائح، حتى يمكن انت تكون ما حاسس بأي شيء، بس هو
حساسية الشم عنده أقوى تقريبا يمكن. فالنظافة الخاصة مهمة جدا جدا هنا في اليابان. طيب النقطة رقم 2، عدم خلع الحذاء قبل الدخول للمنزل أو الفندق خاصة الريوكان. هنا في اليابان تقريبا ثقافتهم قريبة جدا من الثقافة العربية في النقطة دي. يعني في ثقافتنا العربية نحن مثلا لما قبل ما تدخل البيت بتطلع شبشبك، بتملص شبشبك قبل ما تدخل البيت، يعني خاصة لو البيت فيه موكيت أو سجادة وكذا. هنا برضو الياباني نفس الشيء، خاصة في البيوت التقليدية أو الريوكان، الفنادق الريوكان. الريوكان هو شنو يعني؟ هو عبارة عن الفنادق بس بالستايل الياباني القديم، شكلها جميل جدا. أنصح أي زول يجي اليابان يجربها لأنها فريدة من نوعها، يعني فنادق بالستايل الياباني. فبشكل عام المهم يعني أنت قبل ما تدخل البيت هنا في اليابان لازم تمضغ شبشبك برا بعد تدخل البيت. عرفت علي كيف؟ في الأجانب يمكن من دولة لدولة، من ثقافة لثقافة الموضوع بيختلف. يعني في بعض الدول مثلا ما بعرف، يمكن أمريكا، أي دول الغربية عادة تدخل بالشبشب جوا البيت وكأنه ما حصل شيء يعني. بس من دولة لدولة الموضوع بيختلف، أو من منطقة لمنطقة بيختلف. لكن في اليابان أعمل حسابك أنك تمضغ الشبشب قبل ما تدخل على الفندق أو خاصة الريوكان أو البيوت اليابانية. طيب النقطة الثالثة، والنقطة الثالثة دي مهمة جدا جدا، اللي هي شنو نسيت أساسا. طيب النقطة الثالثة دي مهمة جدا تتجنبها في اليابان، انك تتكلم في المواصلات العامة وعمل ازعاج داخل المواصلات العامة. زي ما عارفين اليابانيين بطبيعتهم شعب هادئ، شعب رايق، شعب خجول، ما بحب الازعاج، بيتجنب يأذي غيره بأي شكل او بآخر. فهنا في ثقافتهم أو هنا في اليابان لو ركبتوا القطار، مشيتوا بالقطار أو ركبتوا الباص، تلاحظوا فيه هدوء كده غريب جدا جدا، بالرغم من الزحمة بتاعت الناس وكثرتهم بس فيه هدوء. فهنا في ثقافتهم أنه يعني في القطار حافظ على الهدوء، في الباص حافظ على الهدوء، ما تتكلم، أو التلفون مثلا جاتك مكالمة حاول أنك ما ترد، تتجنب يعني تعمل أي نوع من الإزعاج والقطار. لكن ممكن تفتح كتابك، تسمع موسيقى، بس مركب أكيد سماعاتك، وانتبه أنه الصوت ما يكون عالي جدا فيضر غيرك. أهم شيء يعني بس ما تأذي غيرك. فثقافة أنه تتونس مع صاحبك في الباص أو في القطار أو هناك، انساها. هنا في اليابان حاول تتجنبها، حافظ على الهدوء، على الوضع الصامت تماما يعني، وأمورك بتكون طيبة يعني. طيب النقطة الرابعة اللي هي لازم يفضل انك تتجنبها في اليابان، انك عدم الالتزام بالقوانين او الطابور، ومحاولة كسر النظام بشكل عام يعني. وانت في اليابان مثلا، اديك مثال يعني، انت مثلا ليلة في محطة القطار وشايف ما شاء الله زحمة والناس كثيرة يعني، انتبه انك يعني ما تمشي تعمل شغل الفوضى ذاك كان الاول، وتحاول تمشي يعني تدخل قبل الناس قدامك. لان هنا 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 الشعب الياباني بيحترم جدا حاجة اسمها نظام. نظام دي خط احمر هنا يعني. فلو في مثلا صف او طابور احترم نفسك ووقف في الصف مع الناس، يعني انت ما احسن من زول. فهنا النظام كده ده يعني، ما في زول أحسن من زول، والناس كلها بتحترم النظام، تحترم القوانين. شغل الفوضى هنا ما بيمشي أو ما موجود. فأنت انتبه جدا للحاجات دي لو جيت اليابان، أنك راكب القطار شايف لك طابور احترم نفسك ووقف في الصف. في محطة الباصات نفس الفهم، في المطاعم نفس الفهم، في المستشفى، أي مكان تمشي في طابور وقف مع الناس في الطابور، وتكون أمورك طيبة. حاولت تكسر القوانين بتعرض نفسك لمشاكل يعني. فدي حاجة مهمة جدا حاول اتجنبوها. طبعا حاجة يعني منطقية وظاهرة جدا أي واحد بيفكر فيها، أيوة النظام هو مهم. لكن للأسف بنلاحظ أنه في دول عربية بدون ذكر أسماء يعني، في فوضى كده عجيبة جدا، الناس ما بتحترم القانون وبتحترم النظام، فوضى عجيبة، أي واحد عاوز يمشي أول. تلقى في زحمة جدا، في زحمة جدا بين الناس، لدرجة انه تلقى واحد خد كرش الله يكرمك في ظهر التاني. فوضى كده عجيبة يعني. فهنا ما موجود الكلام ده كله. طيب النقطة الخامسة والأخيرة، حاجة تتجنبها هنا في اليابان، النقطة الخامسة هي انك المصافحة باليد
أو الملامسة البدنية بأي شكل أو بآخر يعني. يعني نحن في ثقافتنا العربية بنسلم على الزوج سلام باليد كده وبالأحضان وكده، هنا ما عندهم، الشعب ده ما عنده الحاجات دي. لما تيجي تلاقي زول بغض النظر عن هو منه، سلامه يعني كيف من بعيد كده، بتكون في مسافة بينك وبين الزول، بتسلم عليه كونيتشوا إلى آخره بلغتهم يعني، لكن ما في هنا يعني مصافحة باليد وكده. وهنا بيحنوا راسهم كده كتير، عندهم حنية الراس، فدي ثقافتهم دي طبيعتهم كده يعني. فانت لو جيت اليابان وجيت يعني تلاقيت مع يابانيين وكده، حاول تتجنب انك تسلم بيدك او تسلم بالاحضان الى اخره، الا اذا الشخص يعني مثلا منفتح على الثقافه الغربيه والثقافه العربيه الى اخره، ممكن الوضع يختلف. بس بشكل عام تجنب المصافحه باليد، تجنب الملامسه، فكده بكون امورك كويسه عشان ما تحرج نفسك وما تحرج الشخص يعني. مثلا تسلم على زول بالأحضان كده، ما متعودين على الحاجة دي، فانتبه لها يعني. وكده نكون غطينا حلقة اليوم، 5 أشياء تجنب فعلها في حين قدمت اليابان باللغة العربية الفصحى. أتمنى تكون استمتعت بحلقة اليوم، و طبعا في حاجات كثيرة جدا صراحة يعني، في يعني الثقافة اليابانية بحر أو محيط عديل كده. وإن شاء الله بتكلم شوية شوية عن، يمكن بعمل جزء ثاني وجزء ثالث في نفس الموضوع، بتكلم أكثر عن الثقافة اليابانية، مواضيع مختلفة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي، ونشوفكم المرة الجاية. بيس. صح، نسيت حاجة مهمة قبل ما تطلع من الفيديو، أي ما تنسى اللايك والشير والسبسكرايب والحياة اللطيفة دي، فما تنسانا منها.